بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في برنامجكم خليل تونس اللي تلقاوه كل يوم على نسمة قناة العائلة. مرحبا بك مدام موني. مرحبا ربيب. مرحبا السادة المتابعين لينا. ونحب نقول لكم راهو القوافل نتاع الخير اللي تابعين خليل تونس راهو مواصلين، ورانا ماذا بينا تمدوا يد المساعدة ونتعاونوا لكلنا باش نجموا يد واحدة ما تصفقش. اللي عنده حاجة ينجم يعاون بها، ولا أثاث ولا مواد غذائية ولا أدوية وأي شيء، أي شيء عاونونا به ونكملوا القوافل نتاعنا ونززيوا الناس في الشتاء البارد. راهو الناس مساكن شر وعطش وبرد ما يتعديش. ماذا بينا التونسي للتونسي رحمه. ان شاء الله وديما التونسي للتونسي رحمه. خلينا نمشيو لحكايه الليله في خليل تونس اللي باش يهزنا الواد مليز من ولايه جندوبه. نجوى الحكيمي عمرها 44 سنه مش معرسه، تعيش هي وبوها عم حمده اللي مريض ببرشا امراض مزمنه. اختها دليل عمرها 55 سنه عندها اعاقه عضويه في ساقها وديما تعبه. نجوى تخدم في الفلاحه وقايمه بعائلتها في مصروفهم ودويهم، لكن يد واحده ما تصفقش. بوها مستحق الكوش يومي والدار ناقصة في كل شيء من أثاث وخطاء وسخان فيها البرد خاصة في جهتهم. نجوى طالبة من أهل الخير يعاونوها على ظروفها الصعيبة ويفرحوا عائلتها بأقل ما يمكن. فرحتوني والله، فرحتوني أعز فرحة اللي جبتوا لي اليوم كرسي. البابا مسكين معاق ما ينجمش، هذيك هي الفرح الوحيد متاعي. النجم نخرج بيه، يمشي بيه، يحوس بيه، كتوتي كيمك نهزها للطبيب. الحال بعيدة، عنده الدم، عنده السكر، ما ينجمش نطلعه، نمشي بيه كذلك كرهبة ولا حاجة نكريها له باش يمشي مسكين للطبيب، ندز بيه تساعدني. الطريق بعيد عليه. الحال ما عدناش هاك مجاتو سربلاس وشفت كل شيء، يعني شفتوا حالتنا كيفاش، الظروف على قدها. تعاونوا الكوش، كوش غالي نشتري فيه ب 17 ألف، غالي. ساعات نوصل يمرض لي هو بالسكر، نبدا ما عنديش فلوس ولا حاجه، وكذلك ما عندهاش كوش مسكين، يولي مسكين ما ينجمش يشد حشكمة. أبسط الحاليات مسكين يبدا ذلك مسكين يتبل. اللي القائمة بهم في الدار، اللي يمرض الناس اللي يمشي، ني هي مولات الدار، اللي هي القائمة بهم. قائمة بابا ما نجمش نخليه، هي أما أختي ما نجمش نرضى روحي إني نقعد جيعانة وعطشانة، نرضى روحي نقعد عريانة. وهم نفرحهم، هما كي ندخل كيما كا ويقول لي بنتي، قولي جاتي. أبسط الحوايج على كعب حتى يغرد كي يشوفني كيما كا، خاطر ما عادش كيما قبل. يفرح يقول لي بنتي، كي نخرج الصباح يقول لي بنتي بري ربي راني راضيك دنيا واخرة. كي نجي نلقاها مريض ولا حاجة صدقيني ذلك نبدا نبكي، نقول يا ربي حنا وفر لي حاجة على الأقل أخرى خليها تعاوني. والله ناقصتها فرجدين، ناقصتنا التلفزه، ناقصتنا اثاث، ناقصتنا الكوشينه كي شفتها مشتاح علينا الدكتور هاكم جات وشفتها صورتها. جراري قدم باش نكذب عليها، كل حال هاكم تشوفها فرنش قدم مسكين هو تو في السقع شو ما عدناش. والحمد لله يا رب في البرد هذا والله نقضوا في الحطب.
نقدو على العافيه في الحطب في الليل بالك نجيبو الحطب ونقدو. مسكين هو كي ترى فيه كيفاش يعني كبابته وحده كذا راك تبرد الدنيا مسكين ذلك الفوق وراني قرست والسكر توا في البروده ذا السكر عاد ديما يطلع. طالبه منهم يعاونونا بتريف غطاء بتريف اثاث للدار طالبه منهم مكوش البابا الكرسي الحمد لله جبتون انتم يرحم والديكم وطالبه منكم تعاونوني على بابا على بابك واختي اختي هكا شفتها معاق واختي مسكينه ما عندهاش الكرن الكرني مسكينه حالتها هكا تشوفها نهزها ديما كل ما تمرض لي نهزها ذلك تشوفي كيفاش الغلاوات متاع الدواء هذه هي وتريف اثاث وتقدوا لنا الداركم شفتها مش تحلال هذه واش طالبه من خياتي ويرحم والديك وتفرجوا فيلم كله يرحم والديك هذه هي حالتنا هذه هي حالتي وهذه هي حالتنا وان شاء الله ربي يدوم حياتكم ويخليكم وان شاء الله اهل الخير يعاونوني. مدام منيك احنا وقت اللي مشينا نصوروا يعني هزينا معانا الكرسي خاطر حاجه يعني ما تستناش من العائله مازالت ناقصتها برشا حاجات كما كنا نشوفوا شيء يوجع القلب. انا في عمري هذا كنت صغيره نسمع نقولوا فلانه صدقت عمرها هذه حبست عمرها على عائلتها مسكينه. ماذا بينا لو كان كل واحد منا يحاول ما نعرفش انا باي حاجه كل واحد منا ينحي حاجه زايده من عنده هو ويعاونها هي على خاطر لو كان خليتهم هي مسكينه هذوك شكون بيهم؟ الراجل نحسبوه بونا اكل بنيه اختها ولا وهي مرا كبيره زاد هي في السن لكن نحسبوها زاد من عائلتنا ونحاولوا كلنا اليد في اليد وتتضافر مجهوداتنا ونعاونوهم خليهم يعيشوا حتى على الاقل يشعروا بانسانيتهم يا رسول الله. ان شاء الله انتم مالي تتفرجوا فينا وتحبوا تعاونوا نجوى على الكوش ولا الاثاث ولا على اي حاجه اخرى اتصلوا بنا ولا ابعثوا اس ام اس على الرقم اللي تشوفوا فيه اسفل الشاشه وكان تحبوا تحكيوا لنا حكايتكم اتصلوا بنا على الرقم 46 555 556 وما تنساوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير ان شاء الله. خليك للتوانسة خليل وعاون المحتاج والقليل وانتي زادة يلزمك تعاون اتصل بينا على الرقم 46 55 55 57 ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.